السلام عليكم الإخوة الأئمة والدعاة المحترمون. أخي الدكتور أحمد يوسف، لكم من القدس والأقصى بركة روحية وتحية عطرة من الأب منوي المسلم، مع شكري وتقديري لإعطاء هذه الفرصة الطيبة للحديث إليكم حول نحو فهم أفضل للعلاقة مع الغرب. العلاقات الإسلامية المسيحية سادتها أحياناً عبر التاريخ علاقات دموية، مرات كان الإسلام أكثر دموية ومرات المسيحية كانت أكثر دموية. يذكر المسيحيون الاضطهادات التي عاشوا وعانوا منها في بعض مراحل الدولة العباسية والدولة الفاطمية، وقسوة المماليك في التعامل مع غير المسلمين وفي الأندلس، والحروب مع العثمانيين، وفي عصرنا الحالي في بعض الدول العربية جرت وتجري مآسي دموية. والمسلمون لا ينسون الحروب الصليبية، وفي عصرنا لا ينسون الإجرام المسيحي الذي وقع على فلسطين بتأسيس الدولة الصهيونية ومجازرها وإرهابها على الشعب والدين والقدس والمقدسات، ولا ينسون أبدا ما جرى في العراق وغيرها من الدول العربية. وما تجزئة الغرب لدولنا العربية إلى هذه الدول العديدة إلا مذبحة نفسية كذلك. تجزئة العرب إلى دويلات مذبحة نفسية كذلك. هذه الصدمات الدموية كان بعضها دينيا وبعضها إنسانيا استعماريا، ويجب أن نذكر هنا بأن الجهل والإعلام المضلل أبرزها وحولها إلى دينية، وهنا تكمن المأساة. فالصراعات الدينية المبنية على العقيدة لا يمكن أن تنتهي وتتصالح. ثم جاءت بعض الفضائيات الإسلامية والمسيحية تؤجج الاختلاف الديني واستخدام التجريح والإهانات، وكل ذلك كان حطبا يزيد نار العداء تعججا. مع ذلك يجب أن نبقى نبحث عن تصحيح كل الماضي وبناء مستقبل أفضل. فما العمل؟ في شرقنا لمسة إيجابية أن المسيحيين والمسلمين خاصة في فلسطين بينهم وحدة في المصير والهوية والوطن والتراث والحضارة والانتماء المطلق. المسيحيون اليوم في فلسطين يتألمون مع المسلمين ولا يتألمون من المسلمين، وفي الغرب والعالم لا أحد منهم ينكر، العالم لا ينكر بأن إسرائيل خلقت في الشرق لتبقى، ويرفضون أي تهديد لها، ويكفي أن تقول إسرائيل كلمة لا سامية حتى ترتجف كل أوروبا وأمريكا وتبادر إلى نصرة إسرائيل. وعندنا أيضا شيء آخر في أوروبا وأمريكا، الأصولية المسيحية تدعم إسرائيل من زاوية دينية وتمنع إسرائيل من الخروج من أي مستوطنة أو قبول الانسحاب من القدس والضفة الغربية، ويرفضون حتى إقامة الدولتين، وذلك نابع من اعتقادهم بأن المسيح قادم ليخوض حرب هرمجدون حيث سيقتل فيها ثلثا اليهود وينتصر المسيح ويحكم 1000 سنة تأتي بعدها نهاية العالم. الكنيسة الكاثوليكية طبعا والأرثوذكسية ترفض هذا المعتقد الإنجيلي التوراتي التلمودي، لأن المسيح قد أتى. لكننا أيضا نعرف
أن الحكومات وإن كان انتماؤها مطلقا لإسرائيل إلا أن الشعوب ليست كذلك، فهناك مؤسسات ونشاطات وكنائس تساند الحق العربي الفلسطيني وتقطع كل علاقة مع إسرائيل وتقاطع بضائع إسرائيل والعلاقة بها إما اجتماعية أو تاريخية أو ثقافية. وهذا ما يجعلني أقول بأن الصراع الديني مع الغرب ليس واقعا، بل إن الواقع هو صراع سياسي استعماري إمبريالي. المسيحيون في الغرب غير معنيين بالصراع الديني مع المسلمين، وأقول إنهم يحبون المسلمين ولكنهم لا يؤمنون برسولهم أو قرآنهم. أما المسلمون فيؤمنون بعيسى بن مريم وبكتب الله جميعا، ولكن يكرهون الصهيونية وظلم العالم لنا وعدم عدالة العالم والصهيونية في قضايانا وحقوقنا، نكره ذلك. الحقيقة الطافية هي أن الغرب بنى بيننا وبينهم سدا اسمه إسرائيل. إسرائيل سد بين المسيحيين والمسلمين في الشرق وبين الغرب، وهذا السد هو الذي يراكم خلفه المياه الآسنة والوحل. فما دام السد باقيا بقي الإرهاب والدم والنزاع، ولن يسود سلام ولا عدالة في أرضنا إلا إذا صدق قول صديق أمريكي لي بأنه إن لم يمتلك العرب قنبلة نووية فلن تقترب إسرائيل من المسلمين لا بصفة صديقة ولا صاغرة. فما العمل؟ لا نستطيع أن نتكلم كلاما يحترمه الغرب إلا إذا اتحد العرب، وتراجعوا عن التطبيع وإرهاصات مؤتمر البحرين وأسقطوا صفقة القرن وضم القدس ونقل السفارات إليها وإنهاء حصار غزة. فالغرب يريد فقط حليب الشرق ومنع المسلمين من الوحدة، لأن وحدة العرب في دين واحد ولغة واحدة وتاريخ واحد وامتداد جغرافي سحيق وطاقة بشرية هائلة وثروات عقلية ومادية خيالية لابد أن تكون كفيلة بالسيطرة على العالم كله وانتشار الإسلام الذي يلطخونه بالإرهاب. فبقدر صلابة وحدتنا وتماسكنا سيحترم الصديق والعدو قرارنا ورأينا وأرضنا وحقنا وسلامنا. إننا عجزنا عن خلق أزمة ضمير حول مأساتنا في المسيحيين كما فعل اليهود، أزمة ضمير، بل إنما فعلناه أننا خلقنا في الغرب أزمة إرهاب وخوف وسلوك فاسد غير مهذب. فكيف نصل إلى تغيير سلوكنا؟ بتغيير مناهجنا التربوية في المدارس والجامعات والأزهر وإسقاط الفتاوي والأحاديث الدخيلة المغلوطة وجعل الخطاب الديني يتسم بالرحمة وقبول الآخر، ودفع دولنا أن تكون علمانية ذات قانون مدني يمنع الانزلاق نحو التطرف
ما دام هذا القانون إسلامي فهم يخافون منا، إذن يجب أن نبحث عن قانون مدني، الدولة مدنية، الدين مارسه كما تريد. إذا لم نصنع ذلك فلا يمكن أن نقنع الغرب بأننا نحن بشر مثلهم، لأنهم يرون أنهم أن المسلمين يحلون حضارة مكان حضارة وتاريخ بدل تاريخ، بل يتعلم طلابنا منهجا عدائيا للآخرين. هذا ما يقولونه وما يريدون أن يقولوه ليؤلبوا العالم علينا. نحن يجب أن نعلم طلابنا منهجا إنسانيا موحدا وتاريخا صحيحا عن المسيحية والإسلام، لأن كثير من الكتب إن كان في المناهج أو غير المناهج يتحدثون عن المسيحية كما يتحدث المسيحيون عن الإسلام بمفاهيم ومعلومات خطأ، ولذلك يزداد البعد. فلو ربى المسيحي والمسلم كل منهما ابنه على محبة الآخر وقبوله للآخر، التقى الواحد بالآخر وتلاقى أولادنا المسيحي والمسلم، وإلا تنازع وتفارق وتحارب. يا أهلنا، انتهى عصر التبشير سواء في المسيحية أو في الإسلام، ولكن الإسلام مندفع اندفاعا كبيرا نحو التبشير. وانتهى عصر الجزية والغزو في سبيل الله والحروب باسم الله، انتهى هذا كله. الله محبة، ويجب أن يكون المسلم والمسيحي أيضا محبة، والإنسان أخ للإنسان لا ضاغطا عليه ومتعاليا عليه ومسيطرا عليه. هذا ما نراه نحن كمسيحيين من المسلمين، حب السيطرة وفرض القوة علينا. أما وضعنا مع إسرائيل، وضعنا مع إسرائيل فلا تفاهم بدون حق العودة وتقرير المصير. فليس لإسرائيل ذرة تراب واحدة في فلسطين. إسرائيل غزوة همجية وحشية استعمارية، لا دولة لهم في فلسطين. كل فلسطين لنا، وحقنا أن نقاوم حتى ننتزع كل حقوقنا. فإن لم ننتزع حقوقنا كاملة فلا مكان للسلام ولا لعدالة ترامب ولا للشرعية الدولية. حين أرى أنا مدينة القدس مهانة، وأرى الأقصى وهو فلسطيني للعرب كلهم، وخاصة للمسيح الفلسطيني كما للمسلم الفلسطيني، حين أرى الأقصى المبارك تدوسه أقدام اليهود وجنود الصهاينة ببساطيرهم ويطلق فيه النار والغاز ويهان شعبي ويقتل في الشوارع وتهدم بيوتنا والعالم لا يرحم شعبي في الشتات ولا في الداخل، بل ينحاز لإسرائيل على باطل، فلا مجال للحديث في الوقت الحاضر، ولا توجد إمكانية تفاهم أو مصالحة، لأن الفلسطيني لا يستطيع أن يتنازل عما له للسارقين المجرمين. فليس أمامنا خيار، ليس أمامنا خيار السلام، نحن المسلمين والمسيحيين العرب، بل خيار المقاومة وحده. هذا هو خيارنا، هذا هو موقف جميع المسيحيين الفلسطينيين والمسلمين.
نحن مع شعبنا سلما أو حربا، وكلنا نريد أن نعيش من أجل فلسطين، لا أن نموت من أجلها إلا للدفاع عن كيانها. لكي نبدأ في التغيير لابد أن نكتب وأن يكتب المسلمون للمسيحيين في العالم عهدة عمرية إسلامية جديدة، عهدة بين المسلمين والمسيحيين جديدة. المسيحيون محتاجون أن يسمعوا كلمة لطيفة من المسلمين في العالم. أنا كتبتها مع مسلمي بلدي في بيرزيت، أسميتها وثيقة عهد ووفاء، عهد من المسلم للمسيحي ووفاء من المسيحي للمسلم، والعكس متبادل. هكذا تبدأ أول خطوة نحو مصالحة الشرق والغرب وفهم الآخر. فإن اقتربوا منا فترا يجب أن نقترب منهم مترا. والمجمع المقدس الفاتيكاني يحض الجميع على أن يتناسوا الماضي وينصرفوا بالخلاص إلى التفاهم المتبادل، يعني يستخدم الخلاص، ينظر إلى خلاصهم إلى التفاهم المتبادل. يجب أن نخلص بعضنا ولذلك نتفاهم ونتبادل، وأن يصونوا ويعززوا معا، لا من جهة واحدة ولكن معا، نعزز معا العدالة الاجتماعية والخيارات الأخلاقية والسلام والحرية لفائدة جميع الناس. أحييكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.